الحمد لله في نادي الجمهورية عندنا قطاع ناشئين على أعلى مستوى، جهاز فني وجهاز إداري وجهاز طبي، وبعدين تم اختيار لاعبين بعناية فائقة، ومعظم اللاعبين طبعا بكم من المواسم السابقة، أنت عارف تصعيد المراحل السنية، لكن الحمد لله عندنا مجموعة محترمة جدا، أدينا نتائج طيبة جدا. معظم بطولاتنا في بطولة المنطقة في المنوفية خدناها كلها. النهاردة عندي 5 فرق أو 4 مشتركين في بطولة القطاعات على مستوى الجمهورية، تقريبا كلها في المراكز الأولى لغاية دلوقتي. لأول مرة السنة دي بنعمل نظام بطولة كأس مصر لمواليد 97. الحمد لله وصلنا الدور قبل النهائي، يمكن ما حلفناش الحظ في مباراة بتروجيت، اتهزمنا يمكن في الدقيقة في الشوط الرابع قبل نهاية الشوط الرابع 5 دقايق تقريبا، لكن الحمد لله. الحقيقة ماكس دارا يمكن كلفني أنا شخصيا باعتباري برضه خريج تربية رياضية وكنت نقيب المهن الرياضية في المنوفية، يعني ليا باع طويل في كرة القدم، برضه كنت مدرب واخد الدورة التدريبية بتاعت المدربين بس من زمان، يعني الدورة 30. فالحمد لله اهتمامي يمكن ربنا وفقنا في اختيار مجموعة محترمة جدا من قطاع الناشئين المدربين، ولذلك الاهتمام والد جدا. ماكس دارا مفوضنا يعني النهاردة، مش هقول لك كل طلباتهم مجابة، كل الاحتياجات متوفرة ليهم، لكن مشكلتنا طبعا انت عارف المنوفيه كانت في ملعب كره القدم، لانه ما عنديش ملعب حاليا في النادي، يمكن ملعب في التطوير بقاله 1.5 سنة تقريبا. اتمنى ان شاء الله انه يخلص في خلال 2 3 شهور اللي جايين قبل بدايه الموسم الجديد، بحيث يبقى عندي برضو يمكن يكون ملعبك في النادي بتاعك افضل كثير جدا من بهدلتنا في الملاعب الخارجيه والايجارات، وانت عارف طبعا مشاكل الملاعب الخارجيه. لكن الحمد لله القطاع عندي قطاع محترم جدا جدا، وان شاء الله نتمنى التوفيق، ونتمنى ان شاء الله يتم تصعيد منهم عدد لا باس به. يمكن شايف فريق 97 في كذا ولد ممتاز جدا جدا، ممكن ان شاء الله يكونوا اضافه للفريق الكبير الموسم القادم إن شاء الله. طبعا احنا تولينا المسؤوليه من بدايه الموسم السنه دي، وكان هدفنا في شقين كده، ان احنا نعمل يعني برضه نحافظ على البطولات ودوري المنطقه ونطلع برضه قطاعات. عندنا 5 فرق الحمد لله واصلين قطاعات وبننافس على الاول، وكان الشق الثاني ان احنا بنعمل فريق امل للنادي يبقى من ولاد النادي، عشان احنا بنعاني بقالنا 5 سنين من حتة الهبوط وولاد النادي قليلين في الفيرست تيم. فالفكرة دي دخلنا بيها وربنا كرمنا ان احنا اشتركنا في كاس مصر، فعملنا فريق الامل من مواليد 1999 و97.